أهلا معكم باركوي بي يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد. إذا كما وعدتكم فالأغلبية قد طلب مني أن أقوم بتحضير درس ديال لا روبروديكسيون شي لي بلانت أفلور أو لا لي سبيرمافيت. غادي نبدأ سوف نبدأ هذه الحصة وهذا الفيديو سوف يتعلق بكل ما يخص la reproduction chez les angiospermes. Les angiospermes هما كاسيات البذور. إذا كما تطرقنا في الفيديوهات السابقة شفنا لي زالغ، شفنا لي شامبينيون، شفنا لي ليكين. دابا غادي ندخلو لي كورموفيت. شفنا في لي كورموفيت كاين عندنا هاد لي زونجيوسبيرم او لي جيمنوسبيرم، كاسيات البذور وعاريات البذور. الوغ لي زونجيوسبيرم بلس لي جيمنوسبيرم كيتسموا بجوجهم لي سبيرمافيت. لي سبيرمافيت لان تيكون عندهم انتاج ديال تيكون عندهم بالضبط الازهار، تيتسموا لي بلانت افلور او لا كيتسموا لي سبيرمافيت دي بلانت افلور ولا كيتسموا لي سبيرمافيت. الوغ في هاد لا فيديو غادي نهضروا على لي زونجيوسبيرم. الوغ اون فا بارلي سولمون دي زونجيوسبيرم. الوغ جو كومونس لا فيديو. الوغ بوتيت ان لورغانيزاسيون اي اناتومي دو لا فلور. الوغ اول حاجه غادي نشوفوها هي لورغانيزاسيون اي اناتومي دو لا فلور، بمعنى الازهار. غادي نشوفوا الشكل ديال الازهار وكيفاش دايرين الازهار. الوغ كيلي لوريجين دو لا فلور اي كيلي لورغانيزاسيون دو لا ستركتور دو لا فلور. السؤال الاول شنو هو الاصل ديال لا فلور، كيلي لوريجين دو لا فلور اي كيلي لورغانيزاسيون اي لا ستركتور دو لا فلور. الوغ لي فلور اون جينيرال لورغانيزاسيون et l'anatomie de la fleur. Alors la fleur, l'origine d'elle est les bourgeons, les bourgeons. Alors les périodes de printemps, les qui qu'arrivent l'herbe, faites le travail qui est les bourgeons. Alors les baraim qui est un azhar. Alors les bourgeons gonflent, qui est le baraim, puis éclatent pour laisser apparaître les ébauches d'organes floraux. Les ébauches d'organes floraux, هما دوك الاوراق الاولى ديال هادو كيتسموا لي زيبوش. الا كتشوفوا هنا كتشوفوا معايا هنا كاين بحال صفائح رقاق، هادو كيتسموا دي زيبوش فولير. هاد لي زيبوش هما اللي غادي يعطيونا لي فلور. الوغ كون هذا بورجيون، الوغ هاد البورجيون كما كتشوفوا عنده واحد الكورتيكس خارجي كيحمي الازهار في الداخل اللي باقي مازال كيحمي البراعم، كيتسمى ايكاي كولونت. هاد لي كاي هادي عبارة عن قشرة، الدور ديالها هو انها كتحمي الازهار اللي تيكونوا لداخل. الوغ الزهرة في الاصل كتجي من البورجيون. اذا الازهار هما هادو مثال ديال الازهار. اذا هادو ازهار قبل ما تنفتح، وهادو سوسون دي بورجيون كيتسموا دي بورجيون. الوغ لي بورجيون هما هما البراعم. الوغ لي بورجيون غونفل بو ايكلات بور ليسي اباريتر لي زيبوش دورغان فلورو انسي لاباريسيون دي بوتون فلورو دون دونك لو بورجيون اي ا لوريجين دو لا فلور. الوغ لو بورجيون هو لوريجين دو لا فلور. اون بارل دو ديبورمون. لو ديبورمون شنو هو؟ لو ديبورمون هو ملي كتبدا ملي كيبدا البرعم كيخرج الازهار. الوغ اون بارل دو ديبورمون او ليكلوزيون دان بورجيون فلورال. Alors l'observation de la coupe longitudinale d'un bourgeon montre un amas de cellules en multiplication. Et donc, fausse le bourgeon qui a une joie de l'alchalaya, qui est une des cellules méristématiques, qui a plusieurs cellules en multiplication, les quincassements, c'est que ce qui provoque le phénomène responsable de l'éclosion de bourgeon et la division cellulaire. Alors, c'est l'asl de l'azhar qui est les bourgeons, les homa, le baraï. Alors, l'organisation et anatomie de la fleur. Alors, l'organisation et l'anatomie de la fleur, ou la chose qui m'a fait les fleurs, l'azhar, ils ont une grande échelle. Alors, les différents types de fleurs chez les angiospermes, une cassiate albodor, montrent une diversité de la structure, de forme et de couleur. كاين مجموعه ديال الاختلافات ما بين الازهار من ناحيه ديال اللون، من ناحيه ديال الشكل، ومن ناحيه ديال البنيه. مي elles ont toutes la même organisation. ولكن جميع الازهار عندهم نفس التركيبه، نفس la même organisation. alors كل زهره تيكون عندها واحد العصا تكون محطوطه عليه الزهره كيتسمى un pédoncule floral. alors la majorité des fleurs possèdent un pédoncule floral et elles possèdent des organes protecteurs stériles et des organes reproducteurs fertiles. alors كل زهره عندها اعضاء توالديه
وعندها أعضاء إنباتية، دي زورغان بروتيكتور، الدور ديالهم هو الحماية، هما عبارة عن أعضاء الدور ديالها هو الحماية ديال الزهرة. وكاين أعضاء أخرى اللي هي كتدخل في التوالد، في اون بارل دو أورغان روبروديكتور ولا اون دي أورغان فيرتيل، سيتادير إل بارتيسيب دون كتساهم في التوالد ديال الأزهار، سيتادير إل بارتيسيب فاش إل بارتيسيب دون la multiplication ou là il participe dans la fécondation ou là il participe dans la reproduction. Alors on parle des organes reproducteurs parce qu'ils participent dans la reproduction de la plante. Il y a des autres organes qui sont des organes stériles qui ne participent pas de la fécondation, mais ils jouent un rôle de la protection des organes reproducteurs. Alors vous avez plusieurs types, la majorité des azharado. الوغ هذه الزهره ديال اللي كتسمى ليبيسكوس، او بالمغرب كنقولوا لها الخطميه، زهره الخطميه او لا ليبيسكوس. الوغ هذه الزهره هذه هي اللي غادي نبداو بها، نديروا عليها الدراسه في هذا الشابيتر هذا. الوغ لورغانيزاسيون اي اناتومي دو لا فلور. الوغ اون فا كومونسي بار لا ديسيكسيون دي فلور ديبيسكوس، تشريح ديال زهره الخطميه او لا تشريح ديال زهره ليبيسكوس. الوغ ليبيسكوس ها هي الزهره عندكم هنا. اذا كما كنشوفوا اون جينيرال كاين عندنا دي زورغان اللي هما بروتيكتور، وكاينين دي زورغان اللي هما روبروديكتور. الوغ لي زورغان بروتيكتور اللي كيساهموا في الحمايه ديال الزهره، كاين عندنا لي بطبيعه الحال لي سيبال و لي بيتال. الوغ لي سيبال و لي بيتال، لي سيبال اللي هما السبلات، لي بيتال اللي هما البتلات. الوغ لوكاليس او لا كنهضروا بالعربيه تتسمى الكاس، لوكاليس سي لونسومبل دي سيبال، هو مجموعه ديال لي سيبال. لي سيبال هما اللي تيكونوا في تكون في الزهره، هنا ما كيبانوش لك في الصوره، هما اللون ديالهم خضر. وكاين باردون كاين لا كورول. الوغ لا كورول اللون ديالها تيكون احمر، بحال هاد الاوراق كيتسموا اوراق تويجيه او لا تويج. Alors la corolle, ce sont des organes protecteurs. Alors la localis et la corolle, c'est-à-dire les sépales et les pétales, ce sont des organes protecteurs. Ils protègent les organes reproducteurs. Alors, شنو les organes reproducteurs؟ شنو هما الأعضاء التوالدية؟ Les organes reproducteurs, كاين عندنا l'androcyte ou كاين le gynécée. Alors l'androcyte, c'est l'ensemble des étamines. هنا كيبان عندنا هنا مجموعة ديال الأسدية، هنا ما كيبانش اللون شوية باهت، مجموعة ديال الأسدية لي زيتامين كيتسماو لونسومبل دي زيتامين، هنا راه كيبانو هنا بالأصفر. ألوغ هاد لي زيتامين كيتسماو لونسومبل ديال لي زيتامين كيتسمى لوندروسي، و لونسومبل ديال لي زاباغاي فوميل كيتسمى جينيسي. ألوغ عندنا لاباغاي روبخوديكتور مال، الجهاز تناسلي الذكري ديال الزهرة كيتسمى لوندروسي، عقلوا عليه لأننا غادي نحتاجوه. و لاباغاي روبخوديكتور فوميل كيتسمى لو جينيسي. ألوغ عندنا لوندروسي جينيسي، سو سون دي زورغان روبخوديكتور. ألوغ لوندروسي لاباغاي روبخوديكتور مال سي لونسومبل دي زيتامين، الأسلية لي زيتامين. لي جينيسي سي لونسومبل دي بيستيل، يعني لاباغاي روبخوديكتور فوميل. Alors on passe. Hadi, dissection ou la un dessin d'une coupe longitudinale d'une fleur d'hibiscus. Alors, عند كاسيات البودور كما كتشوفوا اهم حاجه عند كاسيات البودور هي انهم عندهم لي زوفيل سون بروتيجي دون ان اوفير. اهم حاجه عند كاسيات البودور هي ان لي زوفيل البويضات محميين داخل المبيض. Les ovules sont protégés dans l'ovaire. Alors, هنا عندنا هذه هي اهم حاجه عند كاسيات البودور، الازهار ديال كاسيات البودور. علاش كنسميهم كاسيات البودور؟ لان شنو اللي غيعطي البودور من بعد؟ هما لي زوفيل. لي زوفيل من بعد غيعطيو البودور. الوغ هاد البودور محميه بالمبيض اللي هو لوفير. الوغ كيما كتعرفوا هنا في الفوق عندنا المنطقه اللي غتحطوا فيها لي غراندو بولين ابخي، هنا عندنا هاد المنطقه هذه كتسمى ستيغمات. ثم كاين اللي هي ستيغمات هو الميسم باللغه العربيه، ثم كاين ستيل اللي هو قلم الميسم، ثم اوفير اللي هو المبيض، ثم كاين عندنا اوفيل اللي هي بويضه، ثم كاين لي سيبال اللي هي السبلات، ثم كاين لي براكتي. لي براكتي
تيكونوا تحت ديال لي سيبال، حتى هما تيكونوا خضرين دايرين بحال لي سيبال، ولكن هما ماشي لي سيبال، كيتسموا دي براكتي، هما الجو ان رول بروتيكتور بارمي هادو. سو سون دي زورغان يقدر يكونوا في الزهر يقدر ما يكونوش فيها، سو سون دي زورغان فاكولتاتيف. وكاين بيدونكول، بيدونكول هو داك الساق اللي كيهز الزهره، اللي كتكون فيه الزهره. وبطبيعه الحال كاين هادو اعضاء، دابا اللي شفنا كاين اعضاء اللي هي توالديه، اللي هي ليتامين اللي هو السودات، ليتامين ها هو ليتامين فيه لونتيغ والفيلي. شنو هو ليتامين؟ هو السودات، السودات عندها مئبر وعندها خويات، لونتيغ كيتسمى مئبر والفيلي كيتسمى الخويات. الوغ لي زيتامين سي لي زيتامين فيها لونتيغ والفيلي. وبالنسبه هذا لاباري ريبروديكتور مال، لاباري ريبروديكتور فميل الجهاز التناسلي الانثوي هو اللي كاين عندنا هنا فيه لوفيل لوفير ستيل ستيغمات. الوغ ستيغمات ستيل اوفيل اي لوفير كيشكلو ما يسمى ب لاباري ريبروديكتور فميل. ولاباري ريبروديكتور مال هما لي زيتامين اللي فيهم بطبيعه الحال لونتيغ و الفيلي. الوغ جو باس هاد لابارتي هادي تاهي. الوغ سؤال ثاني هنايا، كيلي لا ستركتور دي زورغان ريبروديكتور مال اي فميل شي لي زانجيوسبير. الوغ لي زورغان ريبروديكتور شي لي زانجيوسبير هما اللي كيهمونا في التوالد. كيلي la structure des organes reproducteurs mâles et femelles chez les angiospermes. Je n'ai le binia des les organes reproducteurs mâles et femelles. Alors, qui m'a caché au fond, on va dire les organes reproducteurs mâles. Alors, qui m'a glna, il a pris tout à clin, glna, l'androcé, bimana, l'ensemble des étamines, c'est l'appareil reproducteur mâle de la fleur. Et dans l'ensemble, mettez-le dans la place à Hadi. كلها كتسمى اندروسي. اندروسي علاش اندروسي؟ لان فيها لي زيتامين. الا كتشوفوا معايا هاد البلاصه هادي كلها فيها لي زيتامين. الو هذا لوندروسي. كل ايتامين عنده واحد لابارتي فوقانيه هي هذه اللي كنشوفوا دابا هنا، كتسمى هاد لابارتي اللي درت لي عليها علامه بالاصفر، هذه تتسمى اونتيغ. وكاين واحد الخيط ابيض ها هو كيبان لكم هنا، هاد الخيط الابيض اللي كاين هنايا اللي غادي نازل، هاد الخيط الابيض كيتسمى فيلي اللي هو خويات. الوغ ليتامين ايل بورت لونتيغ اي لو فيلي اي لونسومبل دي زيتامين كيتسمى سميناه لوندروسي. الوغ لوندروسي سي لاباراي ريبروديكتور مال. الوغ هاد ليتامين الا خدينا عندكم من واحد الخط احمر، هاد الخط احمر كيعني انكوب. الا خدينا هاد ليتامين وقطعناه في الوسط، خدينا ليتامين وقطعناه في الوسط على طول هاد البلاصه هادي اللي كنشوفو فيها دابا بالخط الاحمر، بمعنى خديت ليطامين وقطعتو، اش غادي نشوف؟ غادي نشوف هاد لا ستركتور اللي عندي هنا. بمعنى ليطامين فيه جوج ديال الجواي، فيه هاد الجهه هادي كلها ها هي دابا، هادي هادي كلها، هادي اللي كندور عليها دابا، هادي كتسمى كلها هاد لابارتي هادي كتسمى لوج، هادي كلها كتسمى لوج. وهذه اللي من هاد الجهه تاني من الجهه الاخرى، اذا الا شفتو بحال اللي كاين اكس، هذه تاني اللي من هنا حتى هي كتسمى لوج. الوغ كاين دو لوج. الوغ كاين عندنا هاد البلاصه هادي ها هي فيها لوج وهذه لوج. اي شاك لوج الكونتيان حتى هو فيه جوج ديال لي ساك بولينيك. الوغ ليطامين نعاود، ليطامين ها هو الا خدينا ليطامين وقطعناه من الوسط غيبين لينا واحد البنيه اللي هي بحال كما كتشوفوها دايره بحال هذا الشكل هذا، مقسمه على جوج، يعني بحال الا عندنا واحد لاكس الوسط هنا كيتعاود. الوغ هنا عندي هاد لابارتي هادي، هاد لابارتي هادي كتشبه باردون لهاد لابارتي هادي. اذا كل لابارتي كتسمى لوج. اي شاك لوج ال كونتيان كما كتشوفوا هنا اي كونتيان ساك بولينيك. الوغ هاد الدائره الوسطانيه الصغيره اللي كتبان لكم هنايا هادي كتسمى ساك بولينيك. هنا كاين ساك بولينيك، هذا ساك بولينيك، هذا ساك بولينيك، وهذا ساك بولينيك. الوغ شاك ايتامين يل بورت 4 ساك بولينيك، كل ايتامين فيه 4 ديال لي ساك بولينيك. وما بين لي ساك بولينيك بطبيعه الحال
في وسط لي ساك ا لانتيريور دو ساك بولينيك كاينين حبوب اللقاح اللي هما لي غران دو بولين. وهذا اللي كنشوفوه هنا الوسط هو كيتسمى الفيلي، هذا داك الفيلي داك الخيط اللي هضرنا عليه. الوغ نعاود، شاك ايطامين يل كونتيان دو لوج اي شاك لوج يل كونتيان دو ساك بولينيك اي ا لانتيريور دو شاك ساك بولينيك كاين لي غران دو بولين اللي هما حبوب اللقاح. الوغ لي غران دو بولين ها هي لا ستركتور دو غران دو بولين. الوغ كل غران دو بولين مناش كيتكون. الوغ غران دو بولين كيتكون من غشاء خارجي كيتسمى ليكزين، غشاء داخلي كيتسمى انتين، وفيه جوج ديال النواه، فيه نواه توالديه ونواه انباتيه. الوغ اون بارل دو نوايو دو سيلول فيجيتاتيف اي نوايو ريبروديكتور، كاين نوايو فيجيتاتيف اي نوايو ريبروديكتور، وكاين سيتوبلازم بطبيعه الحال، وكاين مجموعه ديال الفتوحات كيتسموا لي زابيرتور ولا دي بور. الوغ هادي لا ستركتور شيما جينيرال ديال غران دو بولين. الوغ شيما جينيرال دو غران دو بولين فيه ممبران اكسترن كتسمى اكسين، ممبران انترن كتسمى انتين، فيه دو نوايو، نوايو ريبروديكتور اي نوايو فيجيتاتيف ولا دو سيلول، سيلول ريبروديكتور سيلول فيجيتاتيف. الوغ هادشي هذا نقولوه سو فورم دو ريزومي. الوغ لوندروسي سي لونسومبل دي زيتامين et l'appareil reproducteur mâle de la fleur. Et dans Zahra, l'androcée ou l'appareil mâle. L'étamine comprend l'antère et le fili qui le soutient pour un connectif. Et dans l'étamine, les soudates, ketkouen, andha mi'bar ou andha l'khouyait. L'antère et le fili qui le soutient par un connectif. L'antère se compose de deux loges. Donc maintenant, il fait juge dire les loges. Renformant chacune deux sacs polliniques. Dans la loge, cette loge, مثلا, هي cette loge, فيها جوج ديال لي sacs polliniques. Ha هو sac pollinique الاول وها هو sac pollinique الثاني. وهذه loge وهذه اللي من الجهه الاخرى loge. Alors هذه loge هذا كيتسمى loge وهذا كيتسمى loge. كيفاش حصلنا على هذه لي loge؟ خدينا هذا ليطامين وقطعناه هذا لا كوب هكذا عريضه كما قطعناها بحال هكذا كما كتشوف هذا الخط الاحمر اللي دايز. ملي قطعنا ليطامين من تما حصلنا على هاد لا ستركتور اللي هي دولوج، وفي شاك لوج كاين دو ساك بولينيك. الوغ لونتيغ سو كومبوز دو دولوج رونفورم شاكون دو ساك بولينيك رومبلي دو غران دو بولين. كل ساك بولينيك فيه دي غران دو بولين. هاهما عندكم هنا، الوغ هضرنا عليهم هنا. الوغ ساك بولينيك في الداخل ديالو ساك بولينيك كاين دي غران دو بولين، داكور. الوغ لونتيغ سو كومبوز دو دولوج رونفورم شاكين دو ساك بولينيك رومبلي دو غران دو بولين اي اونتوري بار دو كوش دو سيلول، اون انترن اسيس نوريسير اي ليكسترن اسيس ميكانيك. اذا لو ساك بولينيك دايرين به جوج ديال الاغشيه اللي هما خارجيه بطبيعه الحال، واحد الدور ديالو هو التغذيه كيتسمى اسيس نوريسير، والاخر كيتسمى اسيس ميكانيك. الوغ اون فوا ا ماتوريتي ملي كينضج ليطامين، اون فوا ا ماتوريتي سي ساك هاد لي ساك بولينيك اللي هما لي ساك بولينيك باللغه العربيه كنقولوا ساك بولينيك او لا تنقولوا تنقولوا كيس لقاحي، كيس لقاحي ساك بولينيك. الوغ اون فوا ا ماتوريتي ملي كينضج الكيس لقاحي، اون فوا ا ماتوريتي سي ساك سوفر جينيرالمون باغ دي اسونس دو فاسون ا ريبوندر لي غران دو بولين ا ليكستيريور. اذا كيتحل داك لو ساك بولينيك باش يخرج لي غران دو بولين. الوغ لو غران دو بولين اي لو غاميتوفيت مال، سطروا على هاد لو غاميتوفيت. لو غران دو بولين سي لو غاميتوفيت. شنا هي غاميتوفيت؟ غاميتوفيت بمعنى ال بورت لي غاميت. فوسط لو غران دو بولين كاين لي غاميت. اذا الامشاج فين كاينين؟ مازال ما وصلنا للامشاج حنايا، حنا تنهضروا دابا غير الاعضاء. الوغ لو غاميتوفيت مال هو لو غران دو بولين. هاد لو غران دو بولين هو كيتسمى غاميتوفيت مال، حيت فيه لو غاميت مال. شنو هو الغاميت مال؟ هو نوايو ريبروديكتور. هذاك نوايو ريبروديكتور غادي يتعرض للميتوز غيعطيونا
غيعطينا لي غيعطينا لي زونتيروزويد اللي كنسميهم لي غاميت مال، هادشي غادي نشوفوه بلي ديتاي. الوغ لو غران دو بولين سي لو غاميتوفيت، بمعنى فيه لي غاميت. الوغ سي لو غاميتوفيت مال كونتيان اي برودوي لو غاميت مال، الي فورمي دو دو سيلول نون كلوازوني، اون بتيت سيلول افيك سون نوايو ريبروديكتور انكلي او سان دي نوتر افيك ان غران نوايو فيجيتاتيف. Le tout est entouré par une paroi formée de deux membranes non cellulaires, intimes et lixées. Alors, c'est le mot qui est le grain de pollen. Qui est le noyau reproducteur, qui est une fausse cellule reproducteur, qui est une cellule végétative, qui est une lixine, qui est une membrane non cellulaire, qui est une archia, qui est une chimie de la chabette de l'éclat, lixine et lintine. Alors, c'est l'organisation de l'organisation de l'appareil mâle. C'est comme l'appareil mâle. Deux ans, l'appareil femelle. Alors, pour l'appareil femelle, il est constitué, qui m'a stigmate, style, ovaire, au fait les ovules. Et à l'intérieur de l'ovule, peut-être il y a l'ovule, qui est le sac embryonnaire. À l'intérieur de l'ovule, qui est le sac embryonnaire. Alors, qui m'a à l'intérieur d'elle le sac pollinique, qui est les graines de pollen, il y a acteur d'ica. C'est quoi? Il y a un stigmate. Stigmate d'or d'elle qui est les graines de pollen. Tu m'as qu'un style, tu m'as qu'un over. Hada kollo qui est ma carpel. Les carpels. Le carpel, il y a. L'appareil reproducteur femelle. Alors, stigmate, style, ovaire. Fausse l'ovaire, fausse le mabrid, l'ovaire, kain, les ovules, kainin, bouyaidat. D'accord? Alors, les organes reproducteurs chez les angiospermes, les organes reproducteurs femelles. L'appareil reproducteur femelle et le gynécée. Le gynécée, ou l'ensemble des carpelles, formé d'un ou de plusieurs pistils. كل جينيسي تيكون فيه واحد ولا مجموعه ديال لي بيستيل. شنو هما لي بيستيل؟ ها هما لي بيستيل، نوريكم لي بيستيل في التصوير. ها هما الوغ بيستيل ولا تنقولوا ستيغمات. ها هما هذا كما كتشوفوا هنا، هادو اللي كاينين هنا هاد ستيغمات، هاد النقط اللي كاينين الفوق كما كتشوفوا هنا كيتسمى بيستيل ولا ستيغمات. الوغ هذا اللي فورمي دو بليزيغ، بحال هذا مثلا فيه خمسه ديال لي ستيغمات. الا حسبنا هاد النقاط هادو اللي كاينين هنا كيشكلوا خمسه ديال لي ستيغمات. الوغ ولا هذا، ها هما راه كيبانو هنا مزيانين. الا شفتو هما هاد النقاط الحمر اللي كاينين هنا، كاينين في الزهره في الفوق، كاينين في هاد المنطقه هادي. الوغ هادو كيتسموا لي ستيغمات. الوغ هذا لاباغاي روبروديكتور فيميل. Alors, l'appareil reproducteur femelle et le gynécée formé d'un ou de plusieurs pistils. Il est toujours positionné au centre de la fleur, des macanflos, c'est-à-dire la fleur. Le pistil est formé par un ovaire. Le pistil fait l'ovaire, le mabide, surmonté d'un style. Fokmenokain, le style, les oua, qui m'a dit le midaka, katkoun, min meisem ou kalam el meisem. Kalam el meisem, oua, le style. Qui se termine par le stigmate, ou le meisem. Alors, l'ovaire protégé par une paroi, l'ovaire, le mabid, mhmi, la paroi, la richa, est subdivisé en plusieurs loges. Imklina fl mabid, ntlago, mjmoua diel, les loges, mjmoua diel, halagna des petites chambres. Had les petites chambres, ou les petites cellules qui t'sment, des petites chambres qui t'sment des loges, appelées carpelles. كل وحده فيهم كتسمى كاربيل، وفي كل زهره كنتلاقاو لو نومبر دو كاربيل كيتبدل، يقدر تلاقاو خمسه، يقدر تلاقاو 10، يقدر تلاقاو عدد ما لا نهايه من لي كاربيل. الوغ لي كاربيل دون لو نومبر دي فير سولون لي زيسبيس، إل يا توجور أوتون دو كاربيل كو دو ستيغمات أوبسيرفي. بمعنى إلا كان عندنا خمسه ديال لي ستيغمات، راه كاين خمسه ديال لي كاربيل. الوغ شاك كاربيل كونتيان دي زوفيل، في وسط كل كاربيل كاينين لي زوفيل. Dans le nombre des fers selon les espèces qui sont fixées au centre de l'ovaire par l'abysse de placenta. Et dans le ostcarpel, il y a les ovules. Là, il y a l'ovule. La structure de l'ovule. Il y a l'ovule. Je vais vous montrer l'ovule. L'ovule, il y a
كاين واحد الحاجه اللي هي مهمه اللي كتهمنا حنا اللي هي لو ساك امبريونير الكيس الجنيني لو ساك امبريونير الكيس الجنيني وكاين بطبيعه الحال هذا الكيس الجنيني داير به غشاء كيغذيه كيف مجموعه ديال الخلايا الدور ديالها هو التغذيه كيتسموا نوسيل il permet l'alimentation ديال لو ساك امبريونير وفي لو ساك امبريونير كيتكون من سبعه ديال الخلايا غادي نشوفوهم وكيفاش كيتشكل لو ساك امبريونير alors هذه كلها لوفيل كتسمى اوفيل فيها فيسو كونديكتور ميكروبيل مهم الميكروبيل الميكروبيل هو عباره عن فتحه وفي هذه الفتحه غادي يدخل لو تيب بولينيك باش انه يخصب البويضه اللي كاينه اللي هي لوسفير اللي كاينه في الوسط ديال اللي كاينه في الوسط ديال لو ساك امبريونير لان لو ساك امبريونير في الداخل ديال لو ساك امبريونير كاين الغاميت فيميل كاين المشيج الانثوي في وسط لو ساك امبريونير alors l'ovule fixé sur le placenta على المشيمه par un funicule واحد الخويا تيتسمى فينيكول est formé par un tissu central appelé nucelle كاين واحد لو تيسي واحد النسيج دام الدور ديالو هو انه كيغذي لوفيل كيغذي البويضه اي ابلي نوسيل رانفورم لو ساك امبريونير فوسط منو كاين لو ساك امبريونير او الكيس الجنيني اي اونتوري بار دي تيغيمون كي مانج باردون كي ميناج اون ايتروات اوفيرتور ابلي ميكروبيل كاين واحد الفتحه كتسمى ميكروبيل في هذا لو ميكروبيل غادي يدخل لو تيب بولينيك باش لو تيب بولينيك هو انبوب لقاحي ديال لو غراند بولين باش يخصب البويضه هنا الوغ لو ساك امبريونير اي لو غاميتوفيت فيميل الوغ شفنا هنا عند لي زورغان مال شفنا لو غراند بولين سي لو غاميتوفيت مال لو غاميتوفيت مال يعني هو اللي فيه لو غاميت مال وهنا في لو فيميل لو غاميتوفيت فيميل سي لو ساك امبريونير الكيس الجنيني الوغ لو ساك امبريونير هذا هو اللي كيهمني لو ساك امبريونير اي لو غاميتوفيت فيميل اي لي كومبوزي دو سات سيلول الوغ لو ساك امبريونير فيه سبعه ديال الخلايا 3 اونتيبود ثلاثه ديال الخلايا اونتيبود 2 سينيرجيت اي انوسفير لوسفير هو الغاميت فيميل et une cellule centrale à deux noyaux polaires dans cette cellule et huit noyaux. Alors, ah, le sac embryonnaire, on va dire les comme d'abord. Alors, le sac embryonnaire, on a ce qu'il y a. Il y a 7 cellules. Il y a 3 cellules à l'époque. Il y a des cellules antipodales. Ou des cellules antipodes. 3. ثلاثة ديال الخلايا كاينين في الفوق كيتسموا انتيبود ولا بالعربيه كيتسموا خلايا قطبيه كاينه في الوسط جوج ديال الخلايا كيشكلوا خليه وحده هما نواتين جوج ديال النوايو كيشكلوا خليه وحده دوزين باش نزيدو ناكدو هاد لي تروا سيلول انتيبود سو سون دي سيلول ابلويد ان كروموزوم هاد لي سيلول اللي كاين هاد الجوج هادو بجوجهم كل وحده ان ان كيشكلوا واحد لا سيلول كتسمى لا سيلول سونترال فيها جوج ديال لي نوايو اون سيلول سونترال كي كونتيا دو نوايو ابلويد وهاد لي جوج ديال النوايو الوغ لا سيلول فيها جوج ديال لي نوايو ابلويد الوغ لا سيلول الي ديبلويد وعندنا ثلاثه ديال الخلايا في التحت غير هما خصنا نميزو هاد ثلاثه ديال الخلايا اللي كاينين لتحت جوج ديال الخلايا اللي كاينين في الجناب كيتسموا دي سيلول سينيرجيد سينيرجيد بمعنى خلايا مساعده وفي الوسط ديال هاد لي سينيرجيد كاينه الملكه اللي هي لوسفير اللي هي الغاميت فيميل اللي هي البويضه اللي غادي تعرض للاخصاب الوغ لو ساك امبريونير هو فيه 3 سيلول انتيبود deux cellules centrales, deux synergides et une osphère. Hop, t'as bien clair. Le micropile, les wolfutha, fais regarder dans le type pollinique qu'est-ce qu'on crée de l'osphère. Alors, qui fais
كيتشكل هاد لو ساك امبريونير، كومون ايل سو فورم لو ساك امبريونير، اي كومون ايل سو فورم لو غران دو بولين. هاد لو غران دو بولين كيفاش كيتشكل، حبات اللقاح كيفاش كتشكل، والكيس الجنيني كيفاش كيتشكل. هادشي هو اللي غادي نشوفو تو دو سويت. الوغ كيل سون لي زيتاب دو لا فورماسيون دي غاميتوجيني دي غاميت شي لي زونجيوسبيرم. بمعنى الغاميتوجينيز، غاميتوجينيز هي التشكل ديال الامشاج. الوغ شنو هما المراحل ديال تشكل الامشاج عند كاسيات البذور شي لي زونجيوسبيرم؟ الوغ بالنسبه لا فورماسيون دو ساك امبريونير ساهل، ما فيهش شي حاجه اللي هي معقده. كاين ثلاثه ديال لي ميتوز، 3 ميتوز سكسيسيف. تتكون عندنا اون سيلول مير دوزين، خليه تتكون ثنائيه الصيغه الصبغيه. هاد الخليه هادي تتكون ديبلويد، كتعرض للميوز. شنو هو الميوز؟ لا ميوز، شنو هو لا ميوز؟ اللي هو غادي نشوفو دابا. الوغ لا ميوز فيه 4 فاز. لا ميوز ابارتير دون سيلول اللي هي ديبلويد، بمعنى فيها بروفاز 1، ميتافاز 1، انافاز 1، تيلوفاز 1، بروفاز 2، ميتافاز 2، انافاز 2، تيلوفاز 2. ابارتير دون سيلول اللي هي ديبلويد اون اوبتيان 4 سيلول ابلويد. الوغ لا ميوز شنو هي لا ميوز؟ هنا باردون نزيدو. الوغ لا ميوز ها هي. الوغ لا ميوز شنو هو لا ميوز؟ انقسام اختزالي. الوغ لا ميوز سي لا ديفيزيون دين سيلول مير اون 4 سيلول في. هادي هو التعريف ديال لا ميوز، الانقسام ديال خلية ثنائية الصيغة الصبغية إلى 4 خلايا أحادية الصيغة الصبغية. الوغ شنو كيوقع في التشكل ديال الكيس الجنيني؟ كتكون عندنا خلية ثنائية الصيغة الصبغية، كتنقسم كتعطي 4 ديال الخلايا، 3 ديال الخلايا كيموتو، كنقولو بالفرنسية 3 سيلول ديجينيغ، 3 سيلول ديجينيغ. هاد لي 3 سيلول ديجينيغ كتبقى وحدة، إل غيست إن سيلول. ألوغ 3 سيلول ديجينيغ إن سيلول كتبقى. هاد لا سيلول اللي بقات اللي هي ابلويد، لان لا ميوز انتقلنا من دوزين لان، من خليه ثنائيه الصيغه الصبغيه ولات عندنا خليه احاديه الصيغه الصبغيه ان. الوغ ا بارتير دي سيلول ابلويد ان اون اوبتيان هاد لو ساك امبريونير. اش كيوقع ليها هاد الخليه ان؟ غادي يوقع ليها الميتوز. شنو هو الميتوز؟ الميتوز هو ان خليه كتنقسم كتعطي اختها، ان سيلول سي ديفيز وكتعطي خليه بحالها. الوغ لا ميتوز شنو هي لا ميتوز؟ الوغ لا ميتوز سي اون ديفيزيون دين سيلول مير اون دو سيلول في ايدونتيك. بمعنى خليه غادي تنقسم غادي تعطيني خليه بحالها، بحال مثلا حنايا عند الانسان الخليه ديال الجلد غادي تنقسم باغ ميتوز باش تعطي خليه ديال الجلد، الخلايا ديال الظفار غادي نقسمو باش يعطيو خلايا ديال الظفار، الخلايا ديال مثلا الكبد غادي تنقسم باش تعطي خلايا ديال الكبد. بمعنى لا ميتوز كيحافظ على نفس الخلايا، خليه كتعطي جوج ديال الخلايا كيشبهوا ليها. هذا النوع ديال الانقسام كيتسمى ميتوز. وكاين انقسام اخر اللي كيتسمى ميوز. لا ميوز كيوقع فقط الخلايا ديال الامشاج اللي كانت غادي تعطينا تشكل ديال الامشاج احاديه الصيغه الصبغيه، بمعنى فيها ان كروموزوم. الوغ في الاول غادي يوقع ميوز، بمعنى ابارتيغ دين سيلول دوزين غادي تعطينا ان سيلول ابلويد ان، من بعد هاد الخليه ان غادي تنقسم على جوج غتعطينا جوج ديال الخلايا، هاد جوج ديال الخلايا غيتعرضوا للميوز ثاني، عاوتاني غيتعرضوا للميوز غيعطيو 4 ديال الخلايا، هاد 4 ديال الخلايا عاوتاني غادي تعرضوا للميوز اوتخ فوا غيعطيو عاوتاني ميتوز ماشي ميوز باردون، الوغ ميتوز وغادي يعطيو 8 ديال الخلايا. الوغ هاد 8 ديال الخلايا 3 منهم غادي يشكلوا دي سيلول انتيبود، جوج غيشكلوا سيلول دو ساك امبريونير اللي هي ديبلويد، وجوج غيشكلوا دي سيلول سينيرجيد، وحده غادي تشكل لوسفير. الوغ وي نويو
ils vont former 7 cellules. 8 ديال الخلايا 8 ديال alors le sac embryonnaire نعاودو ليها هنا le sac embryonnaire est le gametophyte femelle. Il est composé de 7 cellules في 7 ديال الخلايا 7 cellules. ولكن هاد لي 7 cellules فيهم 8 ديال لي نوايو 8 ديال لي نوايو 8 نوايو alors 3 cellules antipodes 2 synergides anosphères et bien sûr une cellule centrale à deux noyaux polaires donc cette cellule est huit noyaux alors hadit y a une manière pour que tchkel le sac embryonnaire fin quel le sac embryonnaire quelle fausse l'ovule ah ou le sac embryonnaire quelle fausse l'ovule fin qu'elle a fausse le carpelle ah y a le carpelle ou le carpelle fin qu'elle كاين فوس المبيض كاين فوس لوفير داكور alors l'ovaire qui est composé de plusieurs carpelles alors chaque ovaire il contient un carpelle ou plusieurs carpelles chaque carpelle il contient plusieurs ovules et chaque ovule il contient sac embryonnaire et chaque sac embryonnaire il contient sept cellules 3 cellules antipodes, une cellule centrale diploïde et 2 cellules synergides et une osphère, c'est le gamète femelle. Alors, c'est ce que je veux dire. J'espère que vous allez entrer dans la race pour que vous compreniez. Alors, quelles sont les étapes de la formation des gamètes chez les angiospermes? Alors, nous allons parler de la tariqa pour que vous compreniez. لي غاميت الو هضرنا على لو ساك امبريونير كيفاش تشكل فيه الغاميت لوسفير الو هضرنا عليه ها هو الو كيبدا بلا ميوز انقسام اختزالي الو لا ميوز لا سيلول مير دي بلوي ديفا غتعطينا 4 ديال الخلايا كيتسموا دي ميغا سبور يعني خلايا انثويه 3 دي جينير 3 كيموتو اي ان ميغا سبور ايل فا سوبير 3 ميتوز غيتعرض لثلاثة ديال لي ميتوز بور دوني وي نوايو الوغ دو نوايو يلفون فيزيوني بور دوني لا سيلول سونترال 3 يلفون فورمي دي سيلول انتيبود اي دو سينيرجيت اي انوسفير نتمنى هادشي هذا يكون واضح راه ساهل ما فيه حتى شي حاجة اللي هي معقدة الوغ ها هو نلخصوه هنا الوغ لا فورماسيون دو ساك امبريونير لي زيتاب دو فورماسيون دو ساك امبريونير Alors, la cellule mère diploïde, aussi un de l'ovule. La cellule mère diploïde, il va subir la méiose. Pour donner 4 microspores haploïdes, 3 dégénèrent, la tachymoto, et 1 mégaspore subit 3 mitoses plus différenciation. La différenciation, il y a la spécialisation. لان خلايا تيكونوا في لون متشابهين من بعد كل وحده منهم غادي تاخذ الدور الوغ 3 ميتوز بلس ديفيرونسياسيون الوغ 3 غيعطيو دي سيلول انتيبود دو نوايو دو ساك انوسفير دو سيلول سينرجيت وهنا مناش كيتشكل لو ساك امبريونير الوغ لو ساك امبريونير ها هما لي زيتاب دو فورماسيون دو ساك امبريونير بقى لينا لو غران دو بولين مناش كيتشكل لو غران دو بولين هذا كيفاش تشكل لو غران دو بولين دابا شفنا لو ساك امبريونير كيفاش تشكل ندوزو لو غران دو بولين الوغ حتى هو بما انه فيه لو غاميتوفيت سي لو غاميتوفيت فيميل سي لو غاميتوفيت مال يل كونتيان لو نوايو ريبروديكتور نوايو فيجيتاتيف الوغ بما انه ماشي كيحمل الامشاج الذكريه الانثويه الامشاج الذكريه عفوا اذا بحالو بحال الامشاج الانثويه حتى هو غادي يتشكل باغ ميوز عن طريق الانقسام الاختزالي الوغ بالنسبه لي زيتاب دو فورماسيون دو غران دو بولين لو غران دو بولين كيتشكل عن طريق خليه اصل ام كتسمى سيلول مير ديبلويد حتى هي دوزين غادي تعرض للميوز انقسام اختزالي غتعطي 4 ميكروسبور في هذه الحاله هذه في لي غاميت مال
كنهضروا على لي ميكرو سبور. لي ميكرو سبور تيكونوا ابلويد بمعنى ان كروموزوم. الوغ هاد لي ميكرو سبور ils vont subir واحد الميتوس بلس ديفيرونسياسيون. كل واحد فيهم il va subir ميتوس بلس ديفيرونسياسيون وغادي يعطيو انتين اي اكسين نوايو ريبروديكتور نوايو فيجيتاتيف. الوغ هادو عباره عن خلايا انتين بلس اكسين نوايو ريبروديكتور نوايو فيجيتاتيف. هادو مناش كيتكون لو غراند بولين. الوغ لو غراند بولين هكذا كيتشكل. الوغ هنا غندير لكم لو ريزومي. الوغ لي زيتاب دو فورماسيون دو غراند بولين. لو غراند بولين اللي هو حبوب اللقاح اللي في وسط منها كاين الامشاج الذكريه. الوغ لو غراند بولين حبه لقاح كتشكل il se forme à partir d'une cellule mère diploïde qui va subir la méiose pour donner 4 microspores. Chacun il va subir une mitose pour donner plus de la différenciation pour donner le grain de pollen. Le grain de pollen, il contient la membrane externe, le ketsma antenne, plus membrane externe, le ketsma xn, plus membrane interne, le ketsma antenne, plus noyau reproducteur. Et noyau végétatif. Alors, hada la formation de grains de pollen. Pour les étapes de formation de sac embryonnaire, alors la cellule mère diploïde au sein de l'ovule, cette cellule mère au sein de l'ovule va subir la méiose pour donner 4 microspores. Hna, sahoula yerdi alikoum, hna ken khata. Hna, 4 macrospores. Hna, a, pardon, hada, e khata matbaï. Alors, hada, 4 macrospores. Alors, là, c'est beau. 4 macrospores. Alors, là. Pardon. Alors, là. Marge. Alors, là, il y a 4 macrospores. Là, il y a 4 macrospores. C'est pas. Faire le bras à dire. Il y a 4 macrospores. ماشي ميكروسبور لان هادو في من هذا غير خطا مطبعي. alors corrigez s'il vous plaît c'est 4 macrospores c'est pas microspores. alors note j'ai pas besoin d'un note j'ai pas besoin de dessin. alors 4 macrospores هنا كاين ا هذا غير خطا مطبعي. alors 4 macrospores haploïdes لان هذا لو ساك امبريونير. لو ساك امبريونير 4 macrospores. Alors, la cellule mère, elle va subir la méiose pour donner 4 macrospores haploïdes. Had les macrospores, 3 dégénèrent et 1 mégaspore subit 3 mitoses plus différenciation. Alors, had les 4 macrospores, les tchiklou antarek la méiose, tlata kemoto, 3 dégénèrent, 1 mégaspore, 1 subit 3 mitoses. Ketara de tlata diel les mitoses. Bachi atinat mnia diel nawat. Alors, trois antipodes, deux noyaux de sac, anosphère et deux synergies. Alors, la gamétogénèse chez les angiospermes fait intervenir trois phénomènes. Le phénomène de la méiose, le phénomène de la mitose et la différenciation. Alors, la méiose, chnaya la méiose, c'est la division d'une cellule mère en 4 cellules filles. Ou la méiose, tu te confies à la réduction du nombre de chromosomes. Tu te confies à 2N à N. La mitose, un qissam réel moubachir, division d'une cellule mère en deux cellules filles identiques qui ressemblent à leur cellule mère. Conservation du nombre chromosomique. La mitose, qui prend le nombre de chromosomes, oua oua. Mais maintenant, khalia 2N, qui prend 2N. Khalia N, qui prend N. La méiose, là. La méiose, khalia 2N, qui prend 4 cellules colombes N. Mais c'est la différenciation, il y a la spécialisation. Des cellules identiques issues d'une mitose se spécialisent à un rôle donné en changeant de forme et de la fonction. À d'abord la différenciation, les chaliens qui ont le droit de faire des choses, qui ont le droit de faire des choses. Par exemple, les chaliens ont le droit de faire des choses, mais les chaliens ont le droit de faire des antipodes, juges, noyaux de sac. وحده عطات اوسفير الاخرى عطات سينيرجي. علاش هذا الشيء هذا؟ لان سي لا سبيسياليزاسيون كل وحده مشات دارت واحد الدور معين. الوغ هنا غنكونوا سالينا لا غاميتوجينيز شي لي زونجيوسبير. الوغ هذا الفرق ما بين لاميوز وميتوز
Alors la mitose, elle joue le rôle de multiplication cellulaire, le mutaafa dial khalaya. Une cellule mère donne deux cellules filles semblables et identiques à la cellule mère. بمعنى كتعطي خلايا كيتشابهوا الخلية الأم وكيتشابهوا مع بعضياتهم بحال خلايا ديال الجلد كتعطي خلايا ديال الجلد et la conservation d'un nombre chromosomique بمعنى إلا كانت عندي خلية N كتبقى N كان عندي خلية 2N كتبقى 2N هذا هو لا ميتوز لا ميوز لا لا ميوز الدور ديالو سي لا فورماسيون دي غاميت ولا لي سبور il joue le rôle de formation des gamètes ou de spores هذاك لا ميوز كيوقع الخلايا ديال الامشاج ان سيلول مير دون 4 سيلول في ديفيرونت دو لا سيلول مير الخليه كتعطي 4 ديال الخلايا مختلفين على الخليه الام او في لا ميوز il y a une réduction du nombre chromosomique من 2n ل n تكون réduction du nombre chromosomique من 2n ل n هذا هو لا ميوز alors هنا شفنا la formation ديال les gamètes mâles لي غاميت فيميل الوغ ملي كيتشكلوا لي غاميت مالو كيتشكل لي تشكلوا لي غاميت فيميل الوغ الا كنتي عييتي من هذا الفيديو حبس لا فيديو هنا وارتاح ليك شويه لان هادشي اللي غي جاي غير الكماله ديال التزاوج وما الى ذلك الا كنتي عييتي فيكسيتي معلومات وقف الفيديو وارتاح شويه باش تكمل معايا اذا الا ارتحيتي لا بولينيزاسيون اي لا جيرميناسيون دو بولين La pollinisation et la germination de pollen. Je n'ai pas la pollinisation. La pollinisation et la germination de pollen. Alors, quels sont les différents agents de pollinisation et quelles sont leurs importances? Et quelles sont les conditions et les étapes de la germination des grains de pollen? Alors, la pollinisation, il y a un tirkal de l'hubub l'iqah, le fok le meysem. Il y a la pollinisation. La pollinisation par le vent, maintenant. Je n'ai pas la pollinisation par le vent. هي ان هاد حبوب اللقاح غادي يمشيو من الاعضاء التناسليه الذكريه للاعضاء التناسليه الانثويه الوغ لا بولينيزاسيون بار لو فون هادي كدار بالرياح لا بولينيزاسيون بار لي انسكت لا بولينيزاسيون اللي كدار بار لي انسكت كدار بالحشرات سي اون بولينيزاسيون بار لي انسكت الوغ لو بولين ترانسبورتي بار لانسكت بالحشره Alors, le pollen transporté par l'insecte, alors l'insecte radiaque le pollen men l'appareil reproducteur mâle, l'appareil reproducteur femelle. Alors, la pollinisation, chenaya, la pollinisation chez les plantes à fleurs, chez les angiospermes et les gymnospermes, le transport de pollen des organes de reproduction mâle vers les organes de reproduction femelle. هذه هي لا بولينيزاسيون alors la pollinisation chez les plantes à fleurs عند les angiospermes هي الانتقال سي لو ترانسبور دو بولين ديال حبه اللقاح دي زورغان ريبروديكتور مال من الاعضاء التناسليه الذكريه للاعضاء التناسليه الانثويه فيغ لي زورغان ريبروديكتور فيميل لي هو لو بيستيل alors la pollinisation et la germination de pollen بالنسبه لا جيرميناسيون دو بولين حبه اللقاح هاد حبات اللقاح لو غران دو بولين اللي شفنا فيها لانتين ليكزين نوايو ريبروديكتور اي نوايو فيجيتاتيف هاد حبات اللقاح الا تلاقات الماء ملي كتحط حبات اللقاح فوق ملي حبات اللقاح كتحط فوق هنا ملي كتحط حبات اللقاح فوق ستيغمات الوغ لوسك لو غران دو بولين باردون هنا الوغ لو غران دو بولين ملي كيتحط لو غران دو بولين فوق ستيغمات اش كيوقع ليه كيبدا كيشرب الماء يل ابسورب لو يل سامبيب كي شنو هي يل سامبيب يعني كيفزق ولا كيشرب الماء يعني لو غران دو بولين كيبدا كيشرب الماء كيتنفخ ثم بعد ذلك كيشكل واحد لو تيب هو هذا اللي متباهنا بالاحمر كيتسمى تيب بولينيك وهذا كيتسمى تيب بولينيك الو هاد لو تيب بولينيك غادي يجي باش يخصب كما كتشوفوا كيبقى تابع حتى غيجي غادي يخصب البويضه دابا فيكوندي لوفيل اي بيان سور غادي فيكوندي لوسفير فوس لو ساك امبريونير الو لو غران دو بولين يل جيرب ها هو
لو غراند دو بولين ها هو لو غراند دو بولين بلس لو تيب بولينيك. هذا اللي كنشوفو لو غراند دو بولين ها هو نبت. ملي كينبت لو غراند دو بولين كيدير واحد الانبوب كيتسمى انبوب لقاحي بالفرنسيه كيتسمى تيب بولينيك. تيب بولينيك الو هذا لو تيب بولينيك كيجيو فيه كما قلنا كاين نوايو ريبروديكتور و نوايو فيجيتاتيف. الوغ لو نوايو فيجيتاتيف غادي يتحل غادي يموت سوف ينحل. لو نوايو فيجيتاتيف il va dégénérer. لو نوايو ريبروديكتور اش غيوقع النوايو ريبروديكتور؟ ها هو كاين عندنا غير نوايو واحد ان. لو نوايو ريبروديكتور غيتعرض للميتوز. نوايو ريبروديكتور il va subir la mitose pour donner deux noyaux qui sont entérozoïdes, ماشي جين ذكريين qui sont entérozoïdes. Alors la germination de grains de pollen, il va donner un tube pollinique et le tube pollinique, bien sûr, au niveau du tube pollinique, le noyau reproducteur, il va se diviser par mitose pour donner deux. Il va se diviser par mitose pour donner deux entérozoïdes. Alors, c'est au moins les étapes de germination du grain de pollen. Alors, les étapes de germination de pollen, les breakthroughs. Alors, une fois parvenu à la surface réceptrice du stigmate, le grain de pollen fort stigmate, le grain de pollen s'imbibe, qui est chrab le ma, germe, qui est une bête, s'allonge. إذن كيدير أنبوب كيطوال الأنبوب إل سالونج إي تراس أن شومان جيسكو بي دو بيستيل. إذن كينزل حتى الأسفل ديال لو بيستيل اللي هو اللي هضرنا على الستيغمات بيستيل. بيستيل اللي هو قلم الميسان حتى كيوصل للأسفل حتى كيوصل للمابيض. إل سالونج إي تراس أن شومان جيسكو بي دو بيستيل باغ لابيس دو تيب بولينيك ou heito ou le noyau végétatif se achèterait le noyau végétatif se place à la pointe suivie par le noyau reproducteur. Le type pollinique progresse jusqu'à la cavité ovarienne. Quand qui est dès que le type pollinique t'acquiert la cavité ovarienne t'acquiert le faut être le mauvais. Le noyau végétatif se résorbe et le noyau reproducteur se divise par mitose. Donc, comme je vous l'ai dit, là, le noyau reproducteur va être par mitose. Je vais dire, se divise par mitose et donne deux entérozoïdes, les gamètes mâles. Les deux entérozoïdes, les gamètes mâles, qui seront livrés au sac embryonnaire à travers le micropyle. بمعنى هاد لي غاميت مال لي زونتيروزويد غادي يدوزو لو ساك امبريونير عن طريق فتحه سميتها الميكروبيل. الوغ الميكروبيل ها هو راه شفناه هنايا باش نربط لكم. ها هو الميكروبيل هذا هو الكيس الجنيني. ها هو الداخل ها هو الكيس الجنيني هنا. الوغ الكيس الجنيني ها هو كيس جنيني لو ساك امبريونير وهنا كاين الميكروبيل. هو الميكروبيل ميكروبيل هو فتحه غيدخل من هذاك الانبوب باش يخصب البويضه باش يخصب لوسفير. ها هي لوسفير كاينه فوسط لو ساك امبريونير. الوغ كيما قلنا لا جيرميناسيون هنا. الوغ لي زيتاب دو جيرميناسيون اترافير لو ميكروبيل داكور. الوغ le noyau végétatif se résorbe et le noyau reproducteur se divise par mitose et donne deux entérozoïdes. Juge d'elle les entérozoïdes. Deux. Had les entérozoïdes, raid la fécondation. Raimchi raidol ersab. Alors, quelles sont les étapes de la fécondation? Comment évolue l'œuf résulte de la fécondation? Et comment se transforme la fleur en fruit? Alors, chez les gymnospermes, la fécondation, je n'ai pas eu le cas, il y a un المشيجان الذكريان لي زونتيروزويد كيقربوا من الكيس الجنيني. ملي كيقربوا من الكيس الجنيني غادي هاد الانبوب اللقاح المشيجان الذكريان واحد فيهم غادي يخصب البويضه. ها هي
كتسمى بيضة غير ملقحة، واحد فيهم غيخص بالبيضة غير الملقحة ماشي ذكري، ثم الماشي الذكري الثاني غادي يجي غيزيد يدخل لداخل باش يخصب لو نوايو دو ساك امبريونيغ. الا شفتو هنا كاين جوج لو نوايو دو ساك امبريونيغ، قلنا دوزين فيه جوج ديال لي نوايو، هادو غيتخصبو بواحد المشيج اخر باش تولي هادي تلاتة ان، تولي تيتخابلويد، تولي تريبلويد باردون، تريبلويد فيها تلاتة ديال، تولي تريبلويد فيها تلاتة ديال لي نوايو، وهادي فيها جوج ديال لي نوايو. الو هنا نعاود المشيجان الذكريان، واحد فيهم غادي يخصب البيضة، واحد غادي يخصب لو نوايو دو ساك امبريونيغ، بمعنى غادي نهضروا على واحد الميكانيزم اللي كيميز كاسية البذور اللي اساسي عند كاسية البذور، اللي هو لا دوبل فيكونداسيون، لا دوبل فيكونداسيون بمعنى الاخصاب المضاعف. هنا كيكون وصول انبوب اللقاح الى الجويزة، كيكون دخول انبوب اللقاح، ملي كيدخل انبوب اللقاح تيكون تحرير المشيجين الذكريين، هاد المشيجين الذكريين بجوج، هاد الجوج هادو كيتحرروا، هاد الجوج راه وريتهم لكم هنا، ها هما بجوج، ها هما بجوج، هاد الجوج واحد فيهم غادي يخصب، واحد فيهم غادي يخصب هاد لون لا سيلول سونترال، واحد فيهم غادي يخصب هاد لا سيلول هادي اللي هي لوسفير. وهنا غادي نهضروا على لا دوبل فيكونداسيون بمعنى الاخصاب المضاعف، لا دوبل فيكونداسيون. الوغ اريفي ا لوفول لو نوايو فيجيتاتيف دي جينير، هادي هضرنا عليها قبيله، لو نوايو فيجيتاتيف كيمشي لو تيب بولينيك ترافيرس اون سينيرجيت بور ليبيري لي دو نوايو دي زونتيروزويد. الوغ جوج ديال لي جوج ديال لي نوايو ديال لي زونتيروزويد، جوج ماشي جين ذكريين بجوج، لان دو واحد فيهم va féconder l'osphère pour donner un œuf principal, deuxième les zygotes, et le deuxième va fusionner avec les deux noyaux polaires N plus N pour donner un œuf accessoire troisième. On assiste donc à une double fécondation. La double fécondation, ixab modaf. Et donc, هنا ملي كيوقع الاخصاب المضاعف، هنا هاد الجوج ديال الامشاج ديال اللي تيكونوا في لو غران دو بولين اللي تيكونوا في حبات اللقاح، حبات اللقاح فيها جوج ديال الامشاج لو غران دو بولين اي كونتيان دو زونتيروزويد كي سون فورمي بار ميتوز. هاد لي زونتيروزويد واحد فيهم ان ايل فا فيكوندي لوسفير، ها هي ان ايل فا فيكوندي لوسفير، اي لوتر ايل فا فيكوندي لا سيلول سونترال. Alors on parle de double fécondation. Alors, quel est le devenir? Qu'est-ce qu'on va dire quand on va faire la fécondation? Alors, had l'œuf, had li wala titkhablou li flou fiha 3 de les noyaux, غادي تعطي l'albumine ou la كتسمى œuf accessoire. Ou hadi غادي تعطي l'embryon li hiya الجنين li hiya l'œuf principal ou la zygote. الوغ وحده غادي تعطي زيغوت، الوغ اللي هي دوزين ايل فا دوني لو زيغوت، لو زيغوت هو الجنين، اي لو دوزيام ايل فا دوني لالبيمين، لالبيمين هو لوف اكسسوار. شنو هو لالبيمين؟ لالبيمين هو الدقيق، لان البذره ها هي لا دوبل فيكونداسيون، هادو لي زوتر ايتاب ديال لا فيكونداسيون، لا دوبل فيكونداسيون. الوغ ليتاب ا ها هي ليتاب ا، لي دو غاميت مال ان ايل فا فيزيوني، ها هو عندنا هنا لوسفير، وهنا عندنا لي سيلول سونترال دو ساك امبريونيغ، هنا عندنا لي سيلول سونترال دو ساك امبريونيغ، هنا عندنا لوسفير، وهنا عندنا لو تيب بولينيك، لو تيب بولينيك هاد لو تيب بولينيك واحد لا ليبيغاسيون دي دو زونتيروزويد، واحد فيهم ايل فا فيزيوني افيك لوسفير، لوتر ايل فا فيزيوني افيك لو نوايو دو ساك امبريونيغ. داكشي ها هو قلنا هنا. الوغ هادو اش غيعطي هاد لو نوايو دو ساك امبريونيغ؟ هاد لو نوايو دو ساك امبريونيغ غيعطي لالبومين، وهذا غادي يعطي لو زيغوت اللي هو الجنين، ها هما في البذره.
الوغ ها هي البادرة. الوغ هذا اللي كنشوفوه هنا بالخضر الوسط كيتسمى جنين، كيتسمى لومبريون. ومناش كيتكون لومبريون؟ لومبريون فيه لي كوتيليدون، فيه تيجيل، لي تيجيل هي اللي غتعطي لتيج من بعد، وفيه غاديكول. غاديكول بمعنى الجنين عنده واحد الغاديكول، واحد اللي هي اللي غتعطي الجدير من بعد، غاديكول كي فا دوني لي غاسين من ابخي. هذا هو اللي كاين، هادشي اللي كاين. الوغ لو زيغوت برينسيبال دون نيسونس ا لومبريون، لو زيغوت برينسيبال داك زيغوت غيعطي لومبريون. الغاديكول بليس جوميل ولا تيجيل بليس ان او دو كوتيليدون على حسب. اذا هذا هو لومبريون. مناش كيتكون لومبريون؟ لومبريون كيتكون من غاديكول، غاديكول هي اللي غادي تعطي لي غاسين، لي جيميل هي اللي غتعطي الساق والاوراق، و كيتكون من تيجيل اللي هي لا تيج الساق، و ان او دو كوتيليدون على حسب. واش الا كان بحال مثلا هذا راه دي كوتيليدون كما كنشوفو هنا، ها هي الفلقه الاولى، هي الفلقه الثانيه. الوغ داير هذا كيتسمى ديكوتيليدون، فيه جوج. هذا مونوكوتيليدون، هذا مونوكوتيليدون الغران اكزال هادي. وعلى حساب لي غران، كاين لي غران اللي ما فيهاش لالبومين، لي غران اللي ما فيهاش الدقيق، بحال مثلا مثلا لي ديال مثلا لي فاباسي، اولا ديال لي بغاسيكاسي ولا لي زاستيغاسي. هادو كيعطيو الزيوت، غالبا كيعطيو الزيوت، البودور اللي كيعطيو الزيوت ما تيكونش فيهم الدقيق، تيكونوا دي غرا اكزالبوميني، غالبا تيعطيو الزيوت، ما فيهمش الالبومين. اكزالبوميني كتعني غرا سون البومين، او لا تتكون لا غرين فيها الالبومين وكتكون ديكوتيليدون بحال هادي، غرا البوميني ديكوتيليدون، عندها جوج ديال الفلقات. او لا غرا البوميني اللي فيها اللي كتكون مونوكوتيليدون، على حساب الالبومين تيكون فيها قليل، تيكون الريزيرف قليل. الوغ غران تيكون فيها لي ريزيرف لي هو لالبومين تيكون قلال، الوغ لي ريزيرف دو لا غرين ريست دو لا نوسيل تتكون قليلة، الوغ تيكون فيها سكون ابيل لو بيغ اسبير. الوغ هادو هما لا غرين، هادا هما كاسيات البودور، هادشي اللي كاين في كاسيات البودور. بغيتو تلخصو هادشي هادا ها هو. الوغ ابخي لا فيكونداسيون من بعد الاخصاب، اش من بعد الاخصاب لا فلوغ سو ترانسفورم اون فروي، الزهره كتحول لثمره اون فروي، لي زوفيل سو ترانسفورم اون غران، لا باروا دو لوفير سو ترانسفورم اون باروا دو فروي. اذا هنا التحول اللي كيوقع، لان بما انها كاسيات البذور، البذره كيكونوا في البذور كيجيو لا باروا دو لوفير، المبيض كيحمي البذور في الداخل، داكشي علاش كيتسموا انجيوسبيرم، كاسيات البذور. الوغ لو زوفيل سو ترانسفورم اون غران، لي زوفيل كيتحولوا لي غرين، لا باروا دو لوفير سو ترانسفورم اون باروا دو فروي، او لو بيريكارب لي هو القشره الخارجيه كي اونتور لا غرين، الي كونستيتيي دو تخوا كوش، فيها لي بيكارب، ميزوكارب او لوندوكارب. اي بيكارب هو القشره الخارجيه، ميزوكارب هو القشره الداخليه، اي اوندوكارب هو لي تيكون الداخل. Alors les étamines et les organes protecteurs devenus inutiles tombent et parfois quelques sépales persistent chez quelques types de fruits. Donc هذا ملي كتكون ملي كيوقع الاخصاب، هاد الاوراق وهاد الشيء هذا كيطيح، هاد الاوراق ولي زيتامين وداك الشيء كيطيح، وهاد لابارتي هادي ملي كيوقع فيها الاخصاب، هاد لابارتي هادي هي اللي كتحول كتعطي لا غرين. الوغ لوفيل كتعطي لا غرين، لوفير كيعطي اتسيتيرا، كيعطي الغشاء الخارجي وما الى ذلك. في الاخر تيكون عندنا بذره او لا لو فخوي، فاكهه فيها البذره في الداخل. الوغ بالنسبه لا غرين كما قلنا، يا اما تيكون فيها، يا اما ما تيكونش فيها لالبومين، غران اكس البوميني، ولا تتكون غران فيها لالبومين. الا كانت غران فيها لالبومين اللي هو الدقيق، لالبومين الدقيق، مثلا بحال مثلا المايس، لي غران دو مايس سو سون دي غران لي هما البوميني او مونوكوتيليدون، مونوكوتيليدون بمعنى فيها فلقه وحده. لي غران داريكو سو سون تا هما دي غران البوميني دي كوتيليدون، فيهم جوج ديال لي كوتيليدون. وكاينين لي غران ديال لا ريسين، لي ريسين هو الخروع، زيت الخروع، يقدر تكون تعرفوا زيت الخروع، الخرواع كاين اللي كيقول الخرواع ولا الخروع، لكن اللي كديروها الشعر، هذه الزيت ديالها
Ce sont des gras exalbuminés, يعني ما فيهمش l'albumine, ou تاهما دي كوتيليد. Alors, on connaît là, سالين غادي نساليو le cycle de développement des angiospermes. هذا باش غادي نساليو. Alors, le cycle de développement des angiospermes, alors كيما كتشوفوا, les angiospermes, ce sont des organismes diploïdes, tu n'as pas de cérébria. Alors, la fleur, هنا كتبدا بلا ميوز, et après 4G, la fécondation. Alors, la meiose, كتسبق la fécondation. Pardon, la meiose, كتسبق la fécondation. Donc, on parle, c'est un résumé final. Alors, هذا le cycle chromosomique des angiospermes. Alors, les angiospermes, ils ont un cycle qui est cycle monogénétique diplophasique. Cycle monogénétique diplophasique. Monogénétique, علاش? Monogénétique, les NA. كل شيء النبتة تتكون ديبلويد تتكون ثنائية الصيغة الصبغية الالبيمين تيكون تريبلويد الوغ هاد لو سيكل هذا فيه كنبداو بالزهرة الزهرة على مستوى لونتيغ تيتشكلو لي ميكروسبور لي ميكروسبور كيعطيو لي غران دو بولين لي غران دو بولين كيتلاقاو مع الغاميت فيميل الغاميت فيميل بطبيعة الحال عن طريق الإخصاب كتوقع لا فيكونداسيون لا فيكونداسيون كتعطينا واحد لاغران اللي فيها الالبومين وما الى ذلك. اذا هذا سي لو سيكل دو ديفلوبمون بطبيعه الحال هو راه مشيماتيزي عندكم هنايا سي تان شيما اللي فيه لا دوبل فيكونداسيون لان لو ساك امبريونير بطبيعه الحال فيه اوف غادي تعطينا اوف اكسسوار ويعطينا لوف برانسيبال اذا فيه جوج ديال لي فيكونداسيون دوبل فيكونداسيون ولكن اللي كيهمنا هو ان لا ميوز كتسبق لا فيكونداسيون لا ميوز بريسيد la fécondation ou là la fécondation suit la meiose la fécondation كتبع la meiose ملي la fécondation كتجي مورا la meiose اللي كتسبق la meiose la fécondation كنقولو cycle monogénétique diplophasique alors هذا كيتسمى الا طلبوا منك في الامتحان ترسم ليهم سيكل كروموزوميك دي زونجيوسبيرم ها هو لو سيكل كروموزوميك دي زونجيوسبيرم كنرسموه بجوج ديال الخطوط كنديرو جوج ديال الخطوط دائرة ماشي خط واحد كنديرو جوج ديال الخطوط علاش جوج ديال الخطوط ها خط واحد ها الخط الثاني علاش هاد الدائرة فيها جوج ديال الخطوط راه ماشي عشوائيا وإنما هاد جوج ديال الخطوط الدليل كيدلو على أن الكائن ثنائي الصيغة الصبغية بمعنى دوزين دوزين ها هي دوزين خصني ندير جوج ديال الخطوط ألوغ جوج ديال الخطوط هاد جوج ديال الخطوط كيعطيني ميوس اللي هو الإخصاب كنسبق بالميوس كندير خلية ثنائية الصيغة الصبغية كتعطيني ربعة ديال الخلايا ثم لا ميوز لا فيكونداسيون كتجي لا فيكونداسيون الغاميت مال والغاميت فيميل كيديروا الإخصاب الوغ هنا غنكونوا سالينا لا روبروديكسيون شي لي زونجيوسبيرم ميرسي ما تنساوش تشتركوا في القناة وديروا جيم لا فيديو